بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم دردشة فقهية مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر المحميد. حياك الله شيخنا العزيز، حياكم الله في هذا البرنامج النافع الماتع إن شاء الله. الله يجزاك خير. شيخنا، بالنسبة حق مفطرات الصيام، يعني نشاهد أو نسمع أن في اختلاف بين أهل العلم في مفطرات الصيام، ويعني تعتبر هل هي مفطرة، أو في بعض الأشياء لا يقول لك لا هذه لا تفطر مثلا، هل هذا الاختلاف معتبر أو غير معتبر؟ يعني فعلا يعني في بعض مسائل الصيام ما اتفق العلماء على أنها تفطر، نعم، وهناك مسائل ما يختلف فيها العلماء، يختلف فيها العلماء ليس الناس، لأن بعض الناس مع الأسف يتلقى المعلومات الدينية من مصادر غير موثوقة، يبحث عن طريق جوجل أو عن طريق بعض المواقع، أو ربما يسأل ناس غير مختصين، أو تكون عنده مخزون من الموروثات القديمة فيعمل بها، وهذا غير صحيح. يعني العلم الشرعي علم مقدس ومحروس، صح، ويحرصه علماء الشريعة، فلابد أن يرجع إلى أهل العلم الموثوق بعلمهم، لابد يرجع إلى الكتب الموثوق بها لكي نأخذ العلم الصحيح. صح، بالفعل بعض المفطرات مما يتفق عليه العلماء أن مفطر مثل الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس، وبعض يختلف فيه العلماء مثل الحجامة وبعض المسائل الطبية الحديثة، موضوع الاستفراغ اللي نسميه البحريني الزوع، صح، بعض المسائل الإبر المغذية والإبر العلاجية تفطر ما تفطر، لكن هناك مسائل يتفق عليها العلماء ومسائل يختلف فيها العلماء، لكن لا يعني ذلك أن العلماء يختلفون في مسألة نبحث عن الأيسر، صح، وعن الذي يروق للنفس، لا، نبحث عن الأصوب، نبحث عن الراجح، لأن هذا دين مؤتمن عليه. فإذا سأل إنسان أهل العلم لا بد يسأل أهل العلم الموثوق بدينهم، ليس أهل العلم الذين يبحثون عن ما هو جائز وعن ما هو رخصة، حتى يوقع الناس في إشكال كبير. يعني وصل الحال أن بعض الناس يفتي بأن من أخرج المني عامدا في رمضان فإنه لا يفطر بذلك ولا يقاس على الجماع، وأن هذا قول الظاهرية ويفتي الناس بهذا. وبعض العلماء نقل الاتفاق، ولم نقل بالاتفاق، فقول غالب العلماء على أن هذا القول شاذ، وأن من أخرج المني بفعله فإنه يفطر في هذا اليوم وآثم بهذا الفعل. فينبغي الحرص على مسائل الدين عموما، ليس مسائل الصيام، صحيح، حتى مسائل الزكاة ومسائل الصلاة ومسائل الحج ينبغي أن نحرص عليها. نعم. ممكن نتكلم بعد إذنك شيخ عن بعض المفطرات، مثلاً أو هل هي تفطر ولا لا، مثل معجون الأسنان. يعني تعرف معجون الأسنان ما كان موجود، يعني قديماً كانوا لهم وسائل معينة من السواك والأراك، وبعضهم قال يعني ينظف أسنانه بأصبعه وبخرقة، لكن الحمد لله هذه الوسائل الحديثة وسائل طيبة ومفيدة، وما زال الناس يتطورون. لكن هل يقاس هذا المعجون على السواك؟ نحن قلنا السواك لا أشكال فيه، صح، والصواب أن الصائم يتسوق سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وأن القول بكراهية السواك بعد الزوال كما هو قول الشافعية قول ضعيف، وهو أيضا قول الحنابلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك وكان يكثر من السواك، فيقاس عليه هذا الاستعمال معجون الأسنان، لكن ينبغي أن لا يبالغ، لأن ربما يدخل في جوف شيء. صحيح. في حديث لقيط بن صبرة قال بالغ في الاستنشاق وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، فلا مانع أنه يستعمل معجون الأسنان حتى لو كان معجون مطيب، المعجون برائحة معينة لا مانع، بل نقول أفضل أن تستعمله، لأن هذا الخلوف وهذا الرائحة التي تخرج من الإنسان أحيانا تؤذي صاحبها وتؤذي غيرها، فإذا غير الإنسان بهذا المعجون طيب. لكن لو قدر الله أن إنسان استعمل معجون بالفعل دخل في جوف شيء لكن بغير قصده فلا مانع، ما دخل بقصده، صحيح، إذن فاستعمال السواك لا أشكال فيه. حتى استعمال المعطرات الفم، يعني أحيانا يكون إنسان عنده مرض البخر واستعمل بخاخ في الفم، لكن فقط هو عبارة عن ملطف، ليس فيه جرم وليس فيه سائل لكي يبلع، فلا مانع. أيضا الشيخ المصابين بالرابو يستخدمون جهاز هذه حق الرابو البخاخ، نفس ما قلت، مو معطر، قصدي البخاخ، يعني هو البخاخ الله يعافيك، سواء كان الفنتولين أو كان الجهاز أو كان البخار المتصاعد من الطعام أو من المصانع، هذه كلها إن شاء الله ما في مانع، بل حتى العلماء يتكلمون في موضوع البخور. البخور كثير من فقهائنا المعاصرين يرون بأنه مفطر لأن له جرم، لكن الصواب أن البخور ليس طعام وليس شراب ولا يقوم مقام الطعام والشراب ولا يغذي،
وكونه جرم، حتى الهواء الذي يشم ويتنفس الإنسان جرم، الطعام الذي يصنع عندما يخرج الأبخرة فهو جرم. صح. فالصواب في هذا قول شيخ الإسلام بن تيمية وأميل إليه أن البخور جائز في البيت في رمضان. نعم. حتى لو تعمد الإنسان شمه، حتى لكن الإنسان بحث عن الاحتياط وعن الأولى وترك هذا كله يكون طيب. أفضل. لكن كون نقول بأن هذا مفطر هذا في إشكال، مع أن هناك شيء وأحمد يذكر العلماء عن موضوع الربو، يقول أن هناك نوع من الدواء ليس هواء، عبارة عن ماء. أي. وهذا الذي فطر، أنا ما أعرف هذا حقيقة، لكن كان بعض الأطباء أو الأطباء يعرفون أن نوع من البخاخ كأنه سائل. هذا إذا كان سائل وكان حال حال الماء فهذا يفطر، فإذا كان إنسان معذور يفطر يعتبر مريض ثم بعد ذلك يقضي، وإلا فإنه يصبر حتى يحين وقت الإفطار ثم يستعمل هذا الأمر. الله يجزاك خير الشيخ. الله يبارك فيك يا أبو أحمد. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم دردشة فقهية. إلى اللقاء.